بسم الله الرحمن الرحيم. بداية إن شاء الله سوف نتحدث عن الوحدة الثانية، تصنيف المحفوظات. هنتحدث عن تعريف وإدارة وتنظيم المحفوظات، مراحل إدارة وتنظيم المحفوظات. أولا هنشوف تعريف إدارة وتنظيم المحفوظات. هي مجموعة الطرق الضرورية لعرض وتنظيم الوثائق التي تحتوي على معلومات للرجوع إليها عند الحاجة دون جهد أو عناء. بالنسبة لهذا الموضوع اللي هو إحنا كل مؤسسة لها وثائق ومعلومات يتم ترتيب وتنظيم هذه اللي هي الوثائق حسب نوعية الوثيقة، حسب يعني زي ما نيجي نقول في أن هناك تقارير، مراسلات، نماذج وهكذا بتم التعامل معها وتنظيمها وترتيبها وفق اللي هي التنظيم المتبع لدى اللي هي المنظمة حتى يتم الرجوع إليها عند الحاجة دون جهد أو عناء. الآن بنشوف إيش المراحل اللي هي بتمر بها إدارة تنظيم المحفوظات: التصنيف، الترميز، الترتيب، الحفظ، الفهرس. كل واحدة هنتحدث عنها على حدة. أولا التصنيف. تصنيف اللي هو المحفوظات، هنا أهم حاجة في هذا الموضوع تصنيف المحفوظات. يعتبر التصنيف المرحلة الأولى والأساسية للتنظيم الفني للمحفوظات، وهذه نقطة مهمة جدا. لو جينا إحنا بالنسبة لهذا كل اللي هي المؤسسات أو المنظمات حتى تكون اللي هي المرحلة في عملية النظام وترتيب الوثائق، في لو جينا إحنا ضربنا مثل هين، مثلا في عنا هاي المثال، هذا يتم تصنيف أدوات المطبخ ووضع كل صنف في مكان خاص أو مستقل. هنا لو جينا احنا قلنا مثلا الصحون لحال، الفناجيل لحال، شاي، فناجيل القهوة لحال، اللي هو كاسات العصير مثلا وهكذا من هذه اللي هي الأمور. هذا اللي هو يعني بمعنى انه التصنيف، انا لازم اصنف اللي هي الوثائق او المعلومات كل اللي هي لوحدها حتى تمشي اللي هي موضوع اللي هي عملية التصنيف بالشكل اللي هو مرتب. الآن لو جينا احنا هنا قلنا ايش تعريف اللي هو التصنيف، هنا في عنا تعريفين. تعريف التصنيف بالمعنى العام هو جمع الأشياء المتشابهة وفصل اللي هي وفصل الأشياء الغير متشابهة اللي هو عنها. هذه مهمة جدا، يعني احنا لازم نجيب الوثائق المتشابهة مع بعض ونفصل اللي هي الوثائق الغير متشابهة عنها. يعني مثلا مش احنا نقول مثلا تقارير لحال، المراسلات لحال، المشاريع اللي هي الموازنة لحال وهكذا. هذا بالنسبة للي هو بشكل عام. لكن لو جينا احنا هنا في تعريف الرسمي، هو عبارة عن تكوين مجموعات متشابهة من الوثائق ذات الصفات أو الخصائص المتجانسة وفصل الوثائق الغير متشابهة تبعا لدرجة اختلافها، وذلك بغرض التعرف على أي منها بسهولة. وهذا اللي هو التعريف المهم، إنه إحنا لازم اللي هو الوثائق المتشابهة يعني في نفس الخصائص المتجانسة مع بعضها بنحفظها، سواء كان في التقارير ممكن اللي هي عنا نجمع كل هذه في مكان واحد، اللي عنا مثلا في الموضوع اللي هي المراسلات، موضوع المشاريع أو الموازنات وهكذا، بتم عملية كل واحدة لحال في عملية التصنيف داخل اللي هي المنظمة. وهذا اللي هي أهم حاجة في هذا الموضوع، من خلال يعني التعرف على كافة محتويات المنظمة من الوثائق، وبتم حصرها وتحليلها بشكل دقيق حتى يتم حفظها في الأماكن اللي هي المحددة والرجوع إليها عند الحاجة. الآن في عندي أسس التصنيف. في التصنيف الموضوعي، التصنيف اللي هو الموضوعي، التصنيف الموضوعي هذا من خلال المسمى نجد انه له علاقة والتشابه بين الوثائق
سوف نقوم بتجميعها مع بعضها في مع بعضها والموضوع، وعلى ذلك نستطيع القول أن التصنيف الموضوعي هو تعريفه، هو تجميع الوثائق المتشابهة في موضوعها مع بعضها وفصلها عن باقي الوثائق المختلفة معها في الموضوع. لو جينا احنا شفنا ايش التصنيف الموضوع، كيف بده يتم عملية تقسيم المحفوظات الى مجموعات رئيسية، بمعنى انه المنظمة هين لو جينا احنا قسمناها الى ابواب رئيسية، وهذه الابواب هي الانشطة الرئيسية بالنسبة للمنظمة. حنشوف الان، هيو هنا حنشوف اللي هي كمان اللي هو بالنسبة للمثال في هذا الموضوع، كيف بتتم عملية تقسيم الأوراق الخاصة بالمنظمة إلى مجموعات الأوراق اللي هي الخاصة. مثلا في عنا الإدارة العليا وشؤون الموظفين، شؤون المالية والتخطيط والتطوير والعلاقات اللي هي العامة. هذه كلها طبعا بتختلف عن بعضها. الإدارة العليا لحال لها تقاريرها ومعلوماتها ووثائقها والشؤون المالية والشؤون الموظفين وهكذا. الآن هذه إحنا كلها تعتبر أبواب رئيسية بالنسبة للمنظمة. لو جينا نحلل الأبواب الرئيسية إلى فصول، حنجد إنه في هناك تعيينات بالنسبة. لو جينا أخذنا مثلا الباب الرئيسي شؤون الموظفين من المنظمة، هنلاقي في شؤون الموظفين في عنا تعيينات، إجازات، ترقيات، رواتب، إنهاء خدمة. هذه كلها برضو فصول، هذا كلها عناوين بالنسبة للي هي المنظمة. لو جينا حللنا برضو الفصول هنلاقي فيها كمان مواضيع، لأنه لو جينا للتعيينات مثلا هنلاقي في تعيينات بنظام عقد دائم، في تعيينات بنظام عقد مؤقت وهكذا. الإجازات، في إجازات مرضية وهكذا. هيو هنا احنا حكينا الإجازات، ماخذ عن الإجازات، إجازات اللي هي مرضية، إجازات عادية، إجازات طارئة. هذه كلها تسمى مواضيع، وهذا اللي هو بالنسبة لهذا الموضوع. يعني هنا كل التصنيفات اللي حكيناها هذه تعتبر رئيسية في اللي هو المنظمة، حسب التنظيم الإداري المتبع في اللي هو المنظمة. لكن التصنيف الموضوعي هو الطريقة الأساسية لأي عملية تصنيف. لازم أصنف وأرتب الموضوعات على أساس علاقة منطقية بينهما، يمكن من خلال الوصول إلى الموضوع بسهولة عن طريق التفكير المنطقي. هذا بالنسبة لعملية التصنيف اللي هي الموضوعات. في هناك مميزات وعيوب. الآن المميزات والعيوب هنا يعني سهولة الوصول اللي هو في اللي هو الملفات. يعني هذه الطريقة مهمة جدا على أساس تقسيم الموضوعات من أبواب وتقسيمها إلى فصول إلى مواضيع، تطبيق جميع أنواع المحفوظات حتى إيش ينظر إلها اللي هو العاملين بشكل سريع. عيوبها اللي هي بطيئة بالنسبة للموظف، يحتاج إلى قراءة وبحث عن الملفات، صعوبة استخراج الأوراق من اللي هي كثرة اللي هي الملفات أو المواضيع، وزيادة التكاليف.